عنا غير موجي. كيف صراع باستوديو؟ انا كان بدي اقول للشيف انه عن جد حبيب الطريقه اللي عم يعمل الطبخات وعم يصرف التفاح عن جد، يعني سوري ذبحتني انت وياه. بتلاحظي رح اقوس حالي يعني انه حاسه حالي انه ما بقى عم بفهم، انا ضايعه ولا انا مش عم بقى. ما بعرف مش عم بفهم، لساني عاجز عن الكلام. انا لا تخيل انا لساني عاجز عن الكلام. عم اقول لك يعني الشيف هديك الجمعه كمان وهالجمعه عن جد بحب الطريقه اللي عم بشجع فيها والمزارعين وعم بشجع كيف عن جد ما في بيت ما فيه تفاح، عم يعملوا الطبخه هلا مهضومه كثير عن جد. وخلينا ايدي على الترياش كان طيب. فيني ازرف دمعتين ولا بنزع مكياجي؟ هيك مش دم اكثر لانه بركي يهروا اكثر من اثنين، لانه هذا اللي عم تحكيه اليوم بدهم يكرجوا بقى. ما بعرف حرام مكياجي، مش رح انزعه هلا مشان منى. رح نحكي اليوم اكيد عن الشيف طبخه طيب وعن باند من احلى باندات عندي نزلت البوم جديد بلاسيبو. فينا نعمل حلقه ثانيه كمان من حلقاتك اليوم ونسميها عن الشيف. انا ما عندي مشكله في على غير موجي ساعة. وعن الشيف في احكي خمس ايام عن الشيف وعن طيبة قلبه. طب يلا بلاسيبو. يلا بلاسيبو. بلاسيبو از ون اوف ذا بيست بانز لالي فيك تعتبري، لانه اول شيء فيك بنقول للمشاهدين الصوت غريب، صوت الارتست از ون اوف ذا هاي بيتش نوتس، يعني بيغني بصوت عالي بيعطيه مثل هالصوت ما فيك الناس يسيبوا يعني زيت النوت تبعه. بيستعملوا نيو انسترومنتس، بيستعملوا فيري ويرد انسترومنتس، اغاني تبعهم الكلمات تبعهم معبره كثير، بيغيروا كثير بستايل تبعهم بالبوم واحد. وجايين نحكي اليوم نحن عن البوم تبعهم الجديد نزل اكتوبر 2016 ون اوف ذا موست هايست سيلينج البومز لنيو ارتست، يعني مش كنيو ريليس از البوم. بس قبل خلينا نرجع نذكر شوي بلاسيبو. رح سامعك غنيتين، واحدة بالانجلش وواحدة بالفرنش، قولي لي اذا بتتذكري. فكرت كمان بالعربي. لا ما عنده بالعربي بعد. بما انه اليوم كل الاجانب عم بيغنوا عربي. I hold an image of the ashtray girl of the cigarette burns on my chest. I wrote a poem that described her world and put our friendship to the test. And late at night, once on all fours. Watch me kiss the floor. What's wrong with this picture? What's wrong with this picture? تاني اسالك هلا على اول غنية سمعناها ذيس بيكتشر لبلاسيبو، شو رايك فيها؟ مهضومه نوت يور تايب يور تايب. لا نوت ماي تايب. نوت يور تايب، يعني احنا هلا عم نحكي عم نسمع ميوزك اتس بوب روك. يعني اتس بوبولار ميوزك، بجرب اكثر شيء يقربوا من ناحيه الموسيقى شو عم بيصير هلا بالسين ميوزك سين، بس كمان بده يركوا تبعهم مثل الفلير تبع يعني انه الروح الروك تبعهم هن كمان دي ار روك باند. صحيح يعني بيدلون عليها. ما في شك انه الموسيقى هي اذواق، يعني طبيعي اكيد الموسيقى اذواق. انا وقت كل انواع الفنون يعني اصلا اذواق. اذا بتشوفي الريتنج تبع هالالبوم استبقت هلا بس تنوصل على الموضوع، حطينا 3 ستارز. ليه حطينا الالبوم الريتنج 3 ستارز؟ مش لانه بلاسيبو 3 ستارز او مش لانه الريفيوز قالوا عنه 3 ستارز، لانه مثل ما قلتي اذواق، يعني في واحد يحب البلاسيبو او بيكرهون. ما عندك دائما بلاسيبو انه حدا بالنص بحب له غنيه اما غنيتين، لانه الصوت غير، لانه بيستعملوا ديفرنت انسترومنتس، بتلاقي انه الشخص لا مش هالغنيه تبعه، ما برتاح لصوته وما برتاح لهالموسيقى اللي بتبلش الكترونيك بترجع بتنقل روك. رح نسمع غنيه هلا شقفه منها كمان بلاسيبو بيغنوا بالفرنش.
انا حابب التركيز تبعك يعني بتعرف لانه مش كثير واضح انه عم بغنوا فرنساوي اصلا. في هي الغنيه اسمها بروتيج موا وفي عندك اياها كمان بروتكت مي، الغنيه ذاتها غنوها مرتين بالفرنش وبالانجلش. الوقت نقلوا على الغنيه بروتيج موا اللي هي بالفرنش، في عندك الرفران، يعني في الرفران اللي عم بغنوا فيه فيه بارت منه بغنوه بالانجلش، يعني عم بجربوا ينوعوا بين الغنيتين يفوتوا. اتس ديفرنت ستايل. يعني اذا بتسمعي الالبوم تبعهم الجديد كله في عندك اغاني روك، في عندك اغاني بوب، في عندك اغاني الكترونيك اكثر مرتكزين، بينوعوا كثير بالاغاني تبعهم ليجربوا تو بليز قد ما فيهم كراود. بس بلاسيبو مثل ما كانه عم نحكي عن حيلا باند صرنا من 1992. يعني هيدي باند صارت من ايام الالبوم وقت ايام الكاسيت، كانوا الناس يركضوا يشتروا الالبوم تبعهم يشتروا الكاسيت تبعهم لانه ما كان في بعد عندنا ديجيتال داونلود. حتى هلا مع ديجيتال داونلود وبعد في ناس بعدهم they are big fans of them. عندنا ميوزك فيديو يلا نحضره مع بعض. A smile would blow a summer breeze through my heart. Now my mistakes are haunting me like winter came and put a freeze on my heart. I've lost the power to understand what it takes to be a man with my heart. I saw you wanted this to end. You tried your best to be a friend to my heart. But I'm leaving this worried town. Please no grieving. Write a song from my heart. But now I fear I've lost my spark. No more glowing in the dark for my heart. So I'm leaving this worry. إذا عم نحضر هالفيديو كليب اول شغله ملاحظتين رح نعملها. ملاحظه البلاسيبو، البان تبع بلاسيبو، بلاسيبو بنحكي عن كول بلاي، بنحكي عن بلاسيبو. المشكله تبع بلاسيبو انه ما بتلاحق الفانز تبعها مثل ما بتلحقهم كول بلاي. منا بهالوتيره تبع كول بلاي بقى مش هالمشكله اللي خصصت فيها فانز على مر السنين، هالمشكله تبعهم اللي ما بتقولي كول بلاي ايكوال بلاسيبو. بس هن باند فتحوا بذات الوقت، بلشوا بذات انواع الميوزك. هيدي هي ثاني شغله. اذا بتحضر الميوزك فيديو بذكرني اول شغله انا بفيديو تبع كول بلاي الجديد كمان نزلوه وقتها كان كول بلاي كل واحد فور ممبرز تبع مونكيز وعم يرقصوا بالغابه وقتها اخر فيديو نزلوه. صاروا كل هلا ميوزك فيديوز كمان اخر مره بعتقد حكينا عن ذات الموضوع تبع الاجانب اكثر شيء برا عم ينقلوا على شيء بسيط على شيء هين على سمول برودكشن للواحد يركز على الموسيقى اكثر. هون لا فايتين ببرودكشن كبير. هون عندك برودكشن كبيره بس انتوا عم تحضر الفيديو بتحسي اتس سمبل موفي، شيء بسيط، ما بتحسي انه عاملين لك شيء كثير كبير وسبيشال افكتس مثل ما كانوا يعملوا من قبل. لا في سبيشال افكتس كثير بس نوت ميك اب يعني اكثر وهيك. صح. انا بنصح عن جد المشاهدين يستمعوا لبلاسيبو، حيلا غنيه اذا ما كنتوا بتعرفون، اللي بيعرفون يسمعوا الالبوم الجديد، الالبوم الجديد عن جد كثير رائع وكثير مغير اغاني، ديجيتال داونلود بيجيكم غنيتين زياده والبوم وكفر ارت، هيدا كمان شيء يعني كولكتر فيك تعتبره، مثل ما قلنا ريتنج 3 ستار، بنصحك انت كمان تعود على بلاسيبو كده وهالحلقه كانت اليوم. واللي هو البلاسيبو مثل ما بيعرفوا الناس انه
لما اشخاص بيعطوا او الاطباء كانوا يعطوا ما بدهم يعطوا دواء للمريض تبعهم، كانوا يعطون بلاسيبو يقولوا هيدا الدواء لحتى يشوفوا قديش بيعمل مفعول معهم، اذا كانوا حتى ما عم ياخذوا دواء كيميائي قديش بس اهتمام وقديش واحد عم بيحسوا انه عم ياخذوا دواء لهم بتفرق نفسيتهم، بحسوا حالهم احسن حتى جسديا. نحن رح نشوفك احد الجاي ورح نتابع اكيد محطاتنا بعد. خلص استحت مني يعني؟ ما انا شفت عدين الشيف عبد الله. الشيف وين صار؟ لهون لهون عم جربه انا لهون لهون. رح نرجع نشوف جون يوم شيف عبد الله. امرنا لله امرنا لله واكيد بعد لحظات ضيوفنا بيكونوا معنا، خليكم معنا.